سمون أميرة أذان في رأس الحفل الختامي لمشروع جولة البتراء الصغار الذي تنظمه الجمعية الوطنية للحفاظ على البتراء والذي أقيم في منطقة الطيبة الجنوبية في لواء وادي موسى. أكدت سمو الأميرة دانا فراس أن مشروع جوالة البتراء الصغار هو أحد المشاريع الرائدة للجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء. جاء ذلك خلال رعايتها حفل ختام برنامج مشروع جوالة البتراء الصغار الذي أقيم في منطقة الطيبة الجنوبية في وادي موسى. وألقيت في الحفل كلمات أشادت من خلالها بالمشروع الوطني باعتباره مشروعا وطنيا بارزا يهدف إلى المحافظة على إرث البتراء الحضاري والبيئي، مقدمين الشكر الجزيل لسموها على رعايتها هذا الحفل، كما شكروا جميع الجهات الداعمة والراعية لهذا المشروع. هذا البرنامج فعلا مميز لأنه يهدف إلى خلق جيل واعي ومتميز يفهم ويقدر قيم التراث والبتراء ويعمل على صيانتها وعلى صيانة الآثار والتراث الثقافي والأثري، وبرنامج تعليمي وتوعوي يهدف إلى دمج هذه الأطفال بتراثهم وبيئتهم وخلق جيل يعي ما هي أهمية السياحة المسؤولة والتنمية المستدامة. فعملية تعليم بطريقة سلسة، بطريقة ممتعة، بطريقة تغمرهم في التراث الثقافي لمدينة البتراء، تعرضهم للتاريخ وللحضارات التي مرت في هذه المدينة، وإن شاء الله تفتح أمامهم المجال لفرص عمل متنوعة ولبناء اقتصاد متنوع ومبني على التنمية المستدامة وصيانة الآثار والسياحة المسؤولة. هنالك عدة رسائل توجه في هذا الاتجاه. أولا، كيف يستطيع المواطن المحلي أن يحافظ، وفي الوقت الذي يحافظ فيه كيف يحمي؟ إذا استطعنا أن نصل لهذا المستوى من رفع الوعي بهذا الخصوص، أنا أعتقد بأن بنصبح قادرين على أن نقدم منتج صحي ومنتج محافظ عليه ومصان من أي تبع للخراب أو أي اعتداء لا سمح الله. طبعا بدربوا أطفال من حيث الأساس، وهذا يعتمد على التنشئة للأطفال من حيث سنين العمر الأولى، وجعلهم على تماس مباشر مع البتراء اللي هي عاصمة السياحة الأردنية من أجل المحافظة عليها. وقدم الأطفال المشاركين في البرنامج عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الحضارية والتراثية للحفاظ على البتراء، كما قدموا تجاربهم وآرائهم الخاصة بهذا المشروع الوطني. ثم قامت سمو الأميرة دانا فراس بتوزيع الشهادات والجوائز على الأطفال المشاركين، كما كرمت عدد من المتطوعين بالمشروع. رعد عوجان، التلفزيون الأردني، البتراء الوردية، الطيبة الجنوبية.